يا مساء الفل، يا مساء القمر والسكر والعسل والحلويات كلها. مدام طلعت لكم بالإسدال الأخضر ده، وهعمل وصفة تبقى سنة ما خضر. خلينا متفقين إن كوباية الشاي بلبن بعد الفطار يا جماعة موضوع كبير قوي، بتغسلني من جوه. معلش، ما هو انا لازم اظبط دماغي عشان اقول لكم الوصفه، لان الوصفه حلوه جدا وانا تقريبا اخر واحده في مصر هعملها. يا جماعه بجد نفسي ابطل قهوه، يعني ادعوا لي ابطل قهوه، لان القهوه فارقه معايا قوي في رمضان، خانقاني. الشاي بلبن، الله على المج ده اللي هيعمله فيا. جماعه عايز اسالكم على حاجه، هو انا المفروض اعمل زي البلوجرز اللي بيعملوا ويطلعوا لايف كل يوم؟ السؤال ده محيرني قوي. نركن بقى كوبايه الشاي كده على جنب، نمزمز فيها وهنعمل الوصفه بتاعت النهارده. ايه هي بقى؟ كم فيديوهات شفتها على السمبوسه يا جماعه اللي بتتعمل كده رول وتتحط في السكر والقرفه، شفت كم فيديوهات عجيبه كتير قوي. المهم زي ما انتم شايفين كده، ايه، انا هجرب بس مش هجرب كتير عشان خايفه تبوظ مني بصراحه، وانا السمبوسه دي بعملها بالجبنه وانا بحبها اكتر بالجبنه بصراحه. المهم انا هجرب في الحبه دول. كان بيجيبوا طبق صغير ويحطوا فيه دقيق وميه، حطينا شويه ميه في الدقيق، احنا عايزينه يبقى عجينه كده عشان احنا هنلف السمبوسه هنقفل السمبوسه بالميه والدقيق. معلش شويه بس، يعني شاي بلبن بقى كانوا بيعملوا ايه؟ بيجيبوا واحدة سمبوسة كده وبعدين يلفوها كده، انتوا شايفين يلفوها كده 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 ماشي، وبعدين يقفلوها بالمية والدقيق بس كده، تمام؟ لفتهم كلهم اهو يا جماعه. طبعا انا مش عامله كتير زي ما قلت لكم عشان مش عايزه اجازف بصراحه، انا بجرب وانا بلفها حاسه ان انا بلف محشي. زود بس شويه زيت، وانا الزيت ده اساسا قليت فيه قبل الفطار، قليت فيه سمبوسه بالجبنه، فالزيت ده نضيف، هزوده بس شويه ونقلي بقى المحشي اللي احنا عاملينه ده. نسيت اقول لكم صحيح يا جماعه، هي سمبوسه ولا سمبوسك؟ بسم الله. على فكره يا جماعه دي ما بتاخدش وقت، ها، هتتحمر في ثواني. مبدئيا يا جماعه كده خدوا بالكم عشان هنا ابتدت تفك مني، يعني اضغطوا عليها لما تلفوها. حمرناها اهو يا جماعه، ما بتاخدش ثواني. اوكي، شويه قرفه بقى على شويه سكر، يعني معلقه سكر كده لان انا مش عامله كتير. هعمل ايه بقى؟ هجيب علبه زي دي عشان انا عايزاها تشرب من كل السكر اللي بالقرفه ده، فنقلب كده وبعدين هنقلب بقى كده 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 كده. اوهو، ريحتها حلوه على فكره، ريحتها بجد حلوه. قلب قلب قلب، يدوق بقى، واضح انها مقرمشه. سامعين صوت القرمشه؟ ريحتها حلوه قوي. سامعين الصوت؟ جماعه جامده جدا. انا مش عارفه ازاي ما عملتهاش من اول رمضان، يعني خطيره ومش مكلفه خالص خالص. مش ما تنسوش بقى تبقوا تكتبوا لي في الكومنتات هي سمبوسه ولا سمبوسك.